أهلا بكم في هذا المساء. ثلاثة ملفات نطرحها عليكم بحيثياتها وأبعادها: مقتل المشتبه به بتفجير موكب الحمد الله واثنين من قوات الأمن التابعة لحماس خلال اشتباكات وقعت أثناء اعتقاله، وأبو مازن يطالب حماس بتسليم غزة فورا، والسنوار وهنية يطلعان الفصائل الفلسطينية على تفاصيل تفجير الموكب. وسائل إعلام إسرائيلية تتناقل مقطعا مصورا لشاب سعودي يتحدث اللغة العبرية بطلاقة ويطمئن الإسرائيليين حول سعي السعودية لامتلاك قنبلة نووية. أنقرة تستمر بقصفها في شمال العراق رغم رفض العراق، واحتفالات الأكراد بعيد النيروز في تركيا تتحول لاحتجاج شعبي ضد العملية العسكرية التركية في الشمال السوري. قتل اثنان من قوات الأمن التابعة لحماس خلال اشتباكات وقعت أثناء اعتقال المشتبه بتنفيذه الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. وفي وقت لاحق أعلن مسؤول أمني مقتل المشتبه به الرئيس في محاولة اغتيال الحمد الله متأثرا بجراحه بعد اعتقاله في تبادل لإطلاق النار. وأعلنت الوزارة في بيان لها مقتل المطلوب أنس أبو خوصة أثناء الاشتباك ومقتل مساعده أيضا. تزامن مع ذلك أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن على حماس تسليم كل شيء لحكومة الوفاق الوطني وأولها الأمن وبشكل فوري، وإلا ستتحمل حماس عواقب إفشال الجهود المصرية. خيوط حادث تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج قبل أيام في قطاع غزة بدأت تتكشف شيئا فشيئا بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن الوصول إلى المتهم الرئيس في التفجير، لتعلن لاحقا عن مقتله خلال عملية أمنية مكثفة وسط القطاع واثنين من العناصر الأمنية. اللي صار جت الشرطة عرفت المكان المشتبهين في المنطقة، فأجوا لهم اللي هم الاثنين اللي هو الحواجر وأبو سويرح، قالوا لهم بالنسبة للموضوع التفجير اللي صار، قالوا أنتم على الكوش كتل سلموا حالكم، قرب اللي هو الحواجري طخ عليه قتله. تحقيقات مكثفة أجرتها أجهزة غزة الأمنية منذ لحظة التفجير، خاصة أن المسؤولية ألقيت بشكل كامل على حركة حماس بصفتها المتحكمة في المفاصل الأمنية بغزة. هناك تقدم كبير في التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله الثلاثاء الماضي في منطقة بيت حانون. تم التعرف على المتهم الرئيس في هذه الجريمة وهو أنس عبد المالك أبو خوصة. أما الرئيس الفلسطيني فلم ينتظر انتهاء التحقيقات وهدد بفرض إجراءات وطنية وقانونية ومالية جديدة على غزة. إذا تحدثوا أو قالوا نحن نحقق أو لا نحقق، نحن لا نريد منهم تحقيقا ولا نريد منهم معلومات ولا نريد منهم أي شيء، لأننا نعرف تماما أنهم هم حركة حماس التي وقفت وراء هذا الحادث. حادث تفجير موكب رئيس الوزراء أثار الخلاف مجددا بين حركتي فتح وحماس لينضم إلى قائمة الملفات التي أعاقت حتى اللحظة إتمام المصالحة بين الطرفين، والتي وقعت تفاصيلها في القاهرة في أكتوبر من العام الماضي، منها الملف الأمني وملف الموظفين وتمكين عمل الحكومة بغزة بشكل كامل. محمد رشيد، قطاع غزة. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد شكيب شنان خبير في الشؤون الإسرائيلية، مرحبا بك. والسيد أمير أورن خبير في الشؤون الأمنية والسياسية، والدكتور أحمد غنيم قيادي في حركة فتح، مرحبا بك. أبدأ معك مع هذا مقتل المشتبه به، هل انتهت القضية بالنسبة لحركة فتح وحماس تقول بأن التحقيق ما زال مستمر؟ لا، القضية ما انتهت، يعني ربما قتله يجعل التحقيق أكثر صعوبة، يعني ويجعل الحقيقة ربما أكثر صعوبة في الوصول لها. بالنسبة لنا في حركة فتح، الأخ الرئيس يعني مقتنع تماما بأن لديه معلومات تامة في يتعلق بهذا الموضوع. أنا أقترح على الجميع أن يعني يوقف عملية التلاوم الداخلي وأن يتم تبادل مباشر للمعلومات المتوفرة لغاية الآن في هذه القضية، وأن نعود للموضوع الأساسي وهو موضوع
الوحدة الوطنية. من ناحية إحنا كنا نؤمن بأن التدرج في عملية نقل صلاحيات للسلطة الوطنية الفلسطينية قد يكون جيد بعد 10 سنوات من الانقسام، ولكن ثبت فشل هذا الأمر، وأنه يعني على حركة حماس أن تقرر هل تريد أن نصل إلى النجاح بهذه الوحدة ووحدة النظام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية، وبالتالي عليها أن تتخلى عن السلطة. لا يجوز، يعني ليس من المنطق أن نبقى نتلاوم على قضية باتت واضحة للجميع. العنوان هو أن تعود السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة كل الصلاحيات في قطاع غزة، وأن تفتح الأبواب كلها لمشاركة حركة حماس يعني أسوة بكل الفصائل. في لحظات التوتير يعني بيكون هناك سخون عند الجميع، بيكون هناك توتر عند الجميع، ولكن يجب أن يكون في كل الأطراف دائما من يعني يمكنهم أن يتغلبوا على كل لحظات الألم والحزن والصعوبات، وأن يبحثوا عن طريق لاستعادة طريق الوحدة. نعم سيد شكيب، بدنا نقول إسرائيل في حيرة بالنسبة لقطاع غزة بما يجري هناك، وعلى المستوى العسكري هناك تخوف حقيقي أيضا بما يتعلق بالأزمة الأنسينية وبما يجري في قطاع غزة من قلاقل أمنية. كيف على إسرائيل أن تنظر لمثل هذه الأحداث الآن في قطاع غزة؟ بالحقيقة إسرائيل منذ بداية المفاوضات الفلسطينية أو ما يسمى عملية الصلح الفلسطيني لم تعطي الثقة بتصرفات حماس وتحركات حماس وكل هذه الأمور. ومنذ البداية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت تقول ما دام حماس متمسكا بالمسؤولية على الجناح العسكري في داخل حماس، وحماس لا تتنازل عن وجود عناصرها المسلحة ولا تعطي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة كما تفضل زميلي الدكتور أحمد، هذا الأمر يعني بشكل واضح أن حماس لا تذهب إلى المصالحة الفلسطينية بشكل حقيقي، لأنها تريد التمسك بالسيطرة على غزة. وإسرائيل تقول بشكل واضح أن هذه ليست مصالحة، وأن الأمور بعيدة جدا عن الوصول إلى مثل هذا القرار، لأن حماس لن تتنازل عن السيطرة الاقتصادية التي تمتلكها في داخل قطاع غزة. والسيطرة الاقتصادية تعني بشكل غير خاضع للجدل السيطرة الأمنية، لذلك موضوع المصالحة الفلسطينية لم يعطى منذ البداية أو أمال كبيرة أو احتمالات نجاح كبيرة، رغم أن هنالك من يعتبر في داخل المؤسسة الإسرائيلية أن حماس منذ البداية ذهبت إلى ذلك مرغمة ومن غير خاطرة، لأنها فقدت الكثير من القواعد التي استندت إليها، ولم يبقى لها بديل إلا أن تخضع للإرادة المصرية وأن تفاوض من أجل الوصول إلى إرضاء خاطر المصريين والأمريكيين، ولكنها لن تتنازل ولا بأي شكل من الأشكال عن قوتها العسكرية، وبذلك سيبقى الأمر على ما هو. هذا ما تؤمن به المؤسسة الإسرائيلية. نعم. دكتور أحمد، استمعنا لما قاله سيد شكيب، ومن يقرأ ما بين السطور في تصريحات الرئيس الفلسطيني إزاء قطاع غزة ربما هو يعي أمر آخر لا يعيه الكثيرون، بأن ربما حماس تنوي الذهاب إلى دويلة فلسطينية في قطاع غزة، لذلك نرى اللهجة الحقيقية أو اللهجة التصعيدية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية. شوف، نحن نعرف تماما أنه لن تكون هناك دولة في قطاع غزة ولا دولة، ربما فتح لا ترغب لكن حماس ترغب بذلك. المسألة ليست مسألة رغبة، المسألة مسألة هل هناك إمكانية أن تكون هناك دولة في قطاع غزة. لا يوجد أي إمكانية لتكون دولة في قطاع غزة، لن يكون هناك دولة في قطاع غزة، ولن تكون دولة فلسطينية بدون قطاع غزة. هذه حقائق يعني مسلمة لدينا ولدى حماس أيضا يعني. وهذه التهديدات من بعض الأشخاص في حركة حماس بأنهم سيفاوضوا الأمريكيين يعني لا معنى لها ولا تعني بالنسبة لنا شيء، لأننا نعرف يعني نعرف ما كان مطلوب منا، فنعرف ماذا مطلوب من حماس. هل حماس جاهزة لتسليم السلاح؟ سيكون الشرط الأول لأي مفاوضات مع الأمريكان تسليم سلاح المقاومة. هل حماس جاهزة للاستسلام، جاهزة لتسليم سلاحها للإسرائيليين وتفكيك السلاح والاستجابة للاشتراطات الأمريكية؟ تهديدات يعني أشبه بالتهديدات المراهقة من أشخاص في حركة حماس.
تسليم السلاح للتحالف السلطة الفلسطينية. الموضوع السلطة الفلسطينية ليس تسليم، احنا لا يعني ما في، نحن نتحدث عن سلاح واحد لسلطة وطنية واحدة، ان يكون هناك جهة واحدة مسؤولة مثل كل دول العالم. يعني اي دولة بالعالم لا يمكن لدولة ان يكون المقرر فيها مسألة السلاح اكثر من طرف. السلاح هو اعلى مستويات العمل السياسي والامني والعسكري لاي دولة في العالم، لا يجوز ان تتحكم فيه. يعني لا احنا في حركة فتح ولا حركة حماس، احنا نتفهم انه هذا سلاح هو سلاح للمقاومة، اذا كان سلاح للمقاومة لا يجوز ان يستخدم في الفتنة ولا في الحكم، يعني للاستقواء لممارسة الحكم. لذلك هذا السلاح يجب ان يخضع، نفهم انه هذه المسألة يعني كانت مسألة حساسة. الى اي مدى الامر واقعي بالنسبة لتصريحات الرئيس الفلسطيني حين يقول بان هذه الامور قد تقود الى حرب أهلية؟ وما شاهدناه اليوم ربما يذكر بذلك. شوف، نحن كفلسطينيين عندنا تجربة في موضوع الوعي الجمعي للابتعاد عن الوصول إلى حرب أهلية بمعنى الحرب الأهلية، يعني كما يحصل في بعض دول المنطقة. ولكن هناك مخاطر عالية من بعض المراهقين والمغامرين السياسيين اللي يمكن يوصل الأمور إلى حالة من التوترات وقيام ربما بأفعال على الأرض قد تؤدي للانزلاق بما يشبه الاشتباك الداخلي والحرب الأهلية. أنا شخصيا يعني قلق، ولكني أثق بجماهير الشعب الفلسطيني وبوعيها الجمعي الذي سينأى بنفسه عن المشاركة في أي حرب أهلية. نعم، بالنسبة للسؤال عن قطاع غزة، ربما إسرائيل ترغب ببناء دويلة في قطاع غزة، قيل أيضا عن الطرف المصري، لكن إسرائيل في الآونة الأخيرة تحاول كما قيل في صحيفة أرتس بأن نتنياهو يقصف غزة ليلا ويحاول منع انهيارها في النهار خلال دول أوروبية وحتى خلال الطرف الأمريكي، ربما مساعدات أكثر أو تحسين الظروف المعيشية. إسرائيل تعاني إشكالية حقيقية مع قطاع غزة. موضوع قطاع غزة في إسرائيل موضوع شائك وله أبعاد بعيدة جدا وليست جديدة. إسرائيل تعرف أنها في نهاية المطاف هي المسؤولة عما يجري من ناحية إنسانية مع كل مواطن في داخل غزة، لأن غزة ليست قادرة ولا بأي شكل من الأشكال نتيجة ليس فقط الحصار إنما نتيجة الإمكانيات الحقيقية الموجودة. لا يوجد لديها لا ميناء ولا مطار ولا وكل بضائعها تدخل وتخرج فقط عن طريق إسرائيل، ولذلك إسرائيل شاءت أم أبت هي المسؤولة عما يجري في غزة. يعني موجودة في داخل غزة نعم أم لا، وبنفس الوقت هنالك تخوف إسرائيلي كبير دائم من قضية الإطلاق الصواريخ وغيرها والتهديد الأمني الذي الموجود على إسرائيل في منطقة الجنوب حتى تل أبيب أيضا من مما يجري في غزة. لذلك لا يستطيع نتنياهو لا بالليل ولا بالنهار أن يتخلى عما أن يدير عينه عما يجري في داخل غزة، وهو يعلم أنه لا يريد ولا يستطيع ولا بأي شكل من الأشكال العودة إلى إدارة غزة، وهو يعلم أيضا أن السلطة الموجودة هناك لن تتنازل كما قلنا لصالح السلطة الفلسطينية. لذلك ينتظر أن يأتون بحل، وأحد الحلول المقترحة والتي سمعنا عنها كثير ليس فقط إقامة دويلة في غزة، إنما محاولة بناء هنالك فكرة لجسر موجود في شمال سيناء لإقامة عدة مدن إضافية. هناك الكثير من الحلول، ولكن إسرائيل مقتنعة أن موضوع التفاهم الفلسطيني غير ممكن، ولذلك فعلا قضية غزة هي قضية شائكة جدا وإسرائيل لا تمتلك حلا لها. من هذا المنطلق أنا على قناعة أنه ما يجري في غزة شئنا ما بينها هي قضية قنبلة مؤقتة، لأن الأمور هنالك يعني حتى اليوم محاولة تجنيد مبالغ طائلة لبناء البنى التحتية في غزة وشبكة المياه وشبكة الكهرباء وكل هذه الأمور، ليست هذه الأمور لا تأتي صدفة، والضغط الإسرائيلي دعم إسرائيل لعملية تجنيد مبالغ كبيرة من الأموال في أوروبا من الدول الأوروبية وغيرها لا يأتي
تأتي صدفة. إسرائيل تعي أن هنالك وضع سيء وصعب جدا في داخل غزة، وإذا ما تفجر فالقنبلة هذه لن تتفجر فقط على أهالي غزة، لهذا الأمر سيكون أبعاد وفقدان لفقدان السيطرة، معناه أن الأمور تذهب إلى غياهب غير متوقعة، وعندها حتى حماس لن تستطع أن تسيطر على كل الفصائل، ولا نعرف من هو المسيطر على الصواريخ والقذائف التي ممكن أن تطلق باتجاه إسرائيل. فلذلك إسرائيل بالليل وبالنهار معنية بالاستقرار في غزة، ولكنها غير معنية بالسيطرة على غزة. نعم دكتور أحمد، في الآونة الأخيرة أحداث متتالية بالنسبة لقطاع غزة، التفجير وأمور أخرى، هل هذا الأمر يعني نهاية المصالحة الفلسطينية؟ وحتى قيل بأن الرئيس الفلسطيني بدأ يعي، وقيل له، ودعنا نقول من قبل ماجد فرج أو شخصيات أخرى، بأن هذا النية من حماس هي ليس الذهاب إلى مصالحة، إنما سحب البساط من تحت الرئيس الفلسطيني محمود عباس. شوف، التعامل ليس بموضوع النوايا، يعني النوايا ليست هي المسألة التي يجب أن تحسم موقفنا من قضية معينة. موقفنا من موضوع المصالحة هو مرتبط بوحدة الشعب الفلسطيني، بوحدة موقفه، بوحدة رسالته، بوحدة قدرته على مواجهة الاحتلال ومواجهة التحديات. وبالتالي بشكل أساسي أنا بعتقد أن الرئيس لم يغلق الباب، وإنما قال بشكل واضح أنه على حماس أن تسلم السلطة كاملة إلى الحكومة الفلسطينية، وهذا هو الشرط لاستعادة المصالحة. دعني أقول أنه ربما الأيام القادمة ستكشف، يعني ستضع حماس أمام حقائق لا يمكن إلا أن تتخذ فيها قرار. يعني في أسئلة صعبة قد ما تتهرب منها سيأتي اليوم الذي تجاوب على هذه الأسئلة. أنا أعرف وأعي أن التخلي عن السلطة من قبل حركة حماس أمر صعب، وربما لا يوجد نوايا للتخلي عن السلطة، ولكن الأمر ليس مرتبط بالنوايا، مرتبط بفهم الضرورات وفهم الواجبات، وهذا يتخطى كثير النوايا. هناك تحدي كبير أمام حركة حماس، لن تستطيع حركة حماس مواجهته إلا باستكمال موضوع المصالحة وإعادة الوحدة للنظام السياسي، حتى تتمكن حتى حركة حماس من التكيف مع طلبات المرحلة القادمة. نعم، سنبقى في سياق حركة حماس وقطاع غزة، حيث أفادت صحيفة الحياة اللندنية اليوم بأن حركة حماس عززت علاقاتها مع إيران وحزب الله في إطار التصدي لصفقة القرن التي تنوي الإدارة الأمريكية طرحها، مضيفة أن حماس تعمل لتشكيل تحالف فلسطيني عربي إسلامي تمكنه مجابهة صفقة القرن، وأن المتغيرات الإقليمية تضع حماس وحزب الله وإيران والقضية الفلسطينية أمام أخطار كبيرة تتطلب توحيد كل الجهود من أجل مواجهتها وإفشالها والحفاظ على القضية. ولفتت المصادر نفسها إلى أن حماس تجري مشاورات مع دول وأطراف عربية وإسلامية وحتى أجنبية بينها روسيا والصين للبحث في سبل مواجهة الصفقة التي تتضمن إقامة دولة أو دويلة للفلسطينيين. وأشارت إلى أن حماس تجري أيضا مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، خصوصا حركة الجهاد الإسلامي وجبهتين الشعبية والديمقراطية. وأضافت أن حماس تسعى إلى المصالحة مع حركة فتح من أجل ترتيب البيت الفلسطيني وتوحيد الرؤية السياسية على أرض الواقع لإفشال الصفقة. دكتور أحمد، إلى أي مدى هناك صحة بهذه الأنباء عن حماس، حزب الله وإيران؟ شوف، حماس تعي تماما يعني حكم الجغرافيا، وهي لا تستطيع أن تقيم تحالفات استراتيجية خارج مصالحها وخارج الرئات التي تتنفس منها. قد تكون إيران بشكل أو بآخر واحدة من مكونات التحالفات التي تتكئ عليها حركة حماس، ولكنها ليس جهة التحالف الأول أو الأعلى. حركة حماس تحتاج بشكل كبير إلى الرئة التي تتنفس منها، وهي رئة الجغرافيا وحكم الجغرافيا، وبالتالي موضوع مصر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن أن تذهب بعيدا في المكونات التي لا ترى مصر أنها جزء من مكونات تحالفها الإقليمية والدولية. يعني لا تستطيع حزب الله وإيران، لا تستطيع أن تذهب بعيدا في هذا الشكل من التحالف. يعني يبقى هناك درجة من التنسيق، يبقى هناك درجة من التفاهمات بينه وبين إيران، لأنه هي أيضا يعني قاعدة تحالفاتها وتركيب التحالفات حركة حماس تخضع لتغيرات تبدلات وفقا للظروف التي تمر فيها. السياسيين الذين
لا يمتلكون رؤية استراتيجية متكاملة، يعني تحالفاتهم تخضع لكل مرحلة تكتيكية، لكل مرحلة بمروا فيها في ظروف معينة، ولكن يعوا تماما أن هناك في مكونات التحالف مكونات لا يمكن على الإطلاق أن يتم تجاوزها، وهو الجغرافيا السياسية. يعني ما في مجال، لا يمكن أن تكون محاصرا من دولة الأعداء وأنت دولة إسرائيل، وأنت تسمح لنفسك أن تغلق أبواب الجغرافيا المقابلة بالامتداد العربي. بعتقد لن يكون أن التحليل في أجزاء منه يعني غير دقيق وغير صحيح. وفي الجزئية المتعلقة في مسألة المصالحة، كان هناك جدية لدى بعض قيادات حركة حماس في المرحلة الأولى في اختيار خيار المصالحة، ولكن أثناء التنفيذ على الأرض واجهنا عقبات كثيرة ولم تعد النوايا كافية ولا التدرج كافيا، وعلينا أن نجاوب على الأسئلة الصعبة الآن والآن وليس غدا. نعم سيد شقيب، دعنا نقول إذا كانت صحت هذه الأنباء ربما أنباء سيئة لإسرائيل، لكن من جهة أخرى حماس تفهم الاصطفافات الإقليمية الجديدة وحتى الدولية. أنا متأكد أن إسرائيل غير متفاجئة بأي شيء مما خير في هذا التحليل. إسرائيل مقتنعة بشكل واضح أن حماس غير جدية في ذهابها، وكل تحركاتها ليست إلا مراوغة لا قيمة ولا معنى لها في الواقع. فمعنى ذلك يقول بشكل واضح أن حماس لم تتنازل عن إقامة جبهة تدعمها بشكل واضح ضد موضوع السلام الذي الموجود بين فتح ودولة إسرائيل، وعملية العلاقة الموجودة حماس مستمرة في معارضتها للعملية السلمية ولا تريد أن تكون جزء من هذه العملية. وحتى الجغرافيا السياسية التي تحدثت عنها دكتور أحمد بالنسبة لحماس هي أمر آني، ولكنها دائما تبحث عن كل وسيلة. مصر تتخوف من علاقة حماس مع داعش، ومصر تتخوف من علاقة حماس مع إيران، وحماس لا تريد أن تكون جزء من البنية الإسرائيلية أو الأمريكية ولا بأي شكل من الأشكال. يعني لا تريد أن تذهب إلى الصفقة التي يطرحها ترامب، وطبعا السلطة الفلسطينية أيضا رافضة لذلك، ولكن انعدام وجود الصلح الفلسطيني أو المصالحة الفلسطينية يصب في نهاية المطاف في الإرادة التي ترفضها السلطة الفلسطينية وترفضها حماس، ولكن الصفقة غير متغيرة، لذلك لن يكون بديل للرئيس الفلسطيني وللسلطة الفلسطينية إلا أن تتعامل بشكل جدي مع هذه الصفقة. وهذه الأمور قريبة، لأن العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة مصر وهم جزء من هذه الصفقة، شاء من شاء وأبى من أبى. نعم سيد أمير، تحدثنا في البداية عن عملية الاشتباكات ومقتل المشتبه به، والآن نتحدث عن وسائل إعلام عربية تتحدث عن تقارب ما بين حماس وحزب الله وإيران لمواجهة صفقة القرن. كيف تقرأ هذه الأنباء في البداية؟ انظر كل الأمور موضوع توازنات، وإذا كان في الماضي كان الحديث عن لماذا نتنياهو من ناحية يرفض تحويل الأموال للسلطة وقطاع غزة، ومن ناحية أخرى من هذا لأن نتنياهو يتوجه لجمهوره وهو يعارض العرب، مضاد العرب من ناحية، وهو يريد أن يظهر قويا من ناحية أخرى، هذا تصويره. ولكن من ناحية أخرى فهو لا يستطيع أن يقضي على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، لذلك فهو يحاول بعدة طرق. هذا الأمر لا ينطبق بالنسبة إذا كانت حركة حماس كما قال شاكيب سيغضب أكثر من اللزوم المصريين ولن يكون جزءا من المعسكر السني، حين تستطيع إسرائيل أن تتصرف كما يحلو لها ضدها. عندما تفكر إسرائيل بكي تدرس شن حرب أو عملية عسكرية على قطاع غزة، حاليا إذا كانت حماس تمشي تتماشى مع حزب الله وإيران، بينما نتنياهو يحاول أن ينسق مع ترامب بمواجهة الإيرانيين في سوريا، وهذا قد ينطوي أيضا على حزب الله، لذلك حماس ربما ستدخل على سلم النار. نعم، وأيضا الخطر بالنسبة لإسرائيل، نتنياهو يتحدث عن نفوذ إيراني في سوريا، لكن لو تم التقارب حقيقي إيران سوف تكون على الحدود الجنوبية في نهاية المطاف.
نعم، ولكن هناك فرق برغم كل شيء، لأن نتنياهو لا يرغب أن يعالج ويهتم ب 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. في لبنان وسوريا يصح أكثر إذا كان لا يكتفي بالقتال والحرب والنار من الجو والصواريخ، ربما يستطيع الاقتحام. وعندما تدخل إلى الاقتحام قبل 50 عاما اقتحمت اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية وبقيت هناك إلى اليوم، ولبنان دخلت على طريقة الاجتياح بعد وبقيت هناك 18 عاما وبعدها خرجت. في غزة هي لا ترغب بذلك، فقد خرجت وانسحبت من قطاع غزة. لذلك إذا كانت إيران موجودة ستتواجد على الحدود، حينها لن يكون هذه الخطورة في هذا الأمر. دكتورة شو، أنا ما تصورش أن الأمور راح تروح بهذا الاتجاه. الأولويات عند حركة حماس الآن هي تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي وفك الحصار اللي مفروض على قطاع غزة، وهذا الشكل من أشكال الاستعداد سيغير كل الأولويات لدى حركة حماس، وهي غير معنية بذلك. الإشارات اللي تخرج السياسية من حركة حماس تخرج باتجاهات أخرى، ليس باتجاه التحالف الاستراتيجي بكل أبعاده مع حزب الله وحماس، وأن بقي هناك درجة من التفاهمات بين حماس وإيران وحزب الله، وهذا مفهوم يعني ولم يتوقف طيلة الوقت. ولكن تغيير التحالفات أمر لن يكون متاح وسيكون صعب على حركة حماس. نعم أمير، أعود إليك مرة أخرى. الحديث من قبل وسائل إعلام عربية، هل هناك معلومات لإسرائيل بأنه بالفعل يوجد لقاءات اجتماعات دعم من قبل إيران وحزب الله لحماس في الآونة الأخيرة؟ انظر، ربما لدى جهاز الاستخبارات بعض المعلومات، ولكن النمط واضح جدا. حركة حماس وهو في الزاوية وظهره إلى الحائط وبمواجهة أبو مازن، ولا يوجد وقت لدى أبو مازن لأنه يعرف أن صحته آخذة بالسوء، وهو محبط من أن ترامب لا يمنحه القدرة على التقدم، لذلك يستطيع أن يقول أن إسرائيل هي أيضا تعرضه. لكن الهدف هو الوصول إلى مفاوضات ولأجل تجنيد وتوحيد الصفوف الفلسطينية. وإذا بقيت حماس كان يريد الوصول للسلطة وحماس ستخسر حين تجد حماس نفسها في الزاوية. يوجد هنا قاسم سليمان الذي من ناحية أخرى يؤيد، وليس في إيران كله يدعم هذا التوجه بدعم حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية حماس، ولكن ربما هو أيضا يشعر بالإحباط. وعندما تكون الأشخاص هنا معظم الناس غير محبطة، هذا ما يحدث. نعم، السيد أمير أورن خبير الشؤون الأمنية والسياسية، شكرا جزيلا لك. السيد شكيب شنان خبير الشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. وجزيل الشكر للدكتور أحمد غنيم قيادي في حركة فتح. أعزائي المشاهدين، سوف نخرج إلى فاصل قصير ونعود من بعده إلى الملفات المتبقية. ابقوا معنا.